احنا هنبدأ مع بعض اياس 36 اللي هو عنوانه الامبيرمنت. طب خلص بقى الكورس دلوقتي لسه خلاص اوف اسيتس اللي هم بيسموها الانخفاض في قيمه الاصول او ترجموها بالمعايير الجزئيه باسم الاضمحلال. الامبيرمنت اللي هو عيال 36 الامبيرمنت اوف اسيت الامبيرمنت اوف اسيتس اللي هو اضمحلال او انخفاض في قيمه الاصول. حاجه المعيار ده المعيار سهل جدا ويعني انا يمكن هلخصه واللي فيه الحته اللي فيه يعني سهله قوي وعايزين نركز يعني ما فيهوش معاملات محاسبيه كتير وفي الممارسه في بيئتنا احنا في الممارسه بتاعتنا قليل الاستخدام في مصر لكن المعايير المصريه حطيته وترجمته والمفروض ان احنا شغالين بيه لكن على الواقع العملي محدش بيمارسه كتير. الاضمحلال احنا عاده بنتعامل مع الاصول الثابته واصول الانتنجبل يعني تنجبل وانتنجبل. المعيار ده يخص النوعين دول من الاصول. معظم المعالجات اللي في الواقع بتبص على انه الانخفاض اللي حاصل في الاصل هو انخفاض نتيجه الاهلاك الديبريسيشن وكل الشركات بتعمل ديبريسيشن في تاريخ الكلوزنج وتمام التمام لكن نادرا ما تلاقي شركه سجلت امبيرمنت. لكن احنا لازم نبقى عارفين ايه الفكره بتاع الامبيرمنت. الامبيرمنت هي فكره بسيطه جدا ماشيه مع المفهوم اللي احنا بنقول جاءت فيه المعايير ان احنا بنخلي الاسيتس قريبه من الفير ماركت فاليو. اذا اي تغير بالسالب في النقص في قيمه الاسيت يخلي قيمته الدفتريه اللي احنا سميناها الكارينج اراوند اقل من الماركت هنا لازم نسجل الفرق ده تحت عنوان اسمه امبيرمنت لوس. تاني يبقى احنا بنقول ان انا عندي فكره قايمه على انه عندي اسيتس مسجل دفتريا كارينج اماونت والكارينج اماونت قلنا ده المصطلح البديل لكلمه بوك فاليو صح كده ولا لا؟ ويعني ايه كارينج اماونت او بوك فاليو؟ قيمة دفترية يعني ايه برضو؟ يعني الاسيت مطروحة منه الاكيوميليتد ديبريسيشن بيقارن الكارينج اماونت بقيمة تانية مهمة جدا اللي هي بيسموها الريكفرابل اماونت. ليه؟ ريكفرابل اماونت ريكفرابل اماونت القيمة الممكن استرسادها. القاعدة بتقول قاعدة الامبيرمنت بتقول انه لو كان الاسيت بتاعك ده الكارينج اماونت مثلا بتاعته 200,000 اللي هي البوك فاليو والريكفرابل اماونت 190 دي الجنرال رول بتقول كده اذا وي هاف تو ريكورد امبيرمنت مسجل انخفاض في قيمه الاصل اسمه امبيرمنت لوس. يبقى انا اسجل امبيرمنت لوس بالفرق اللي هو 10,000 ويسجل تخفيض مباشر في قيمه الاصل. يبقى القيمه مش زي القيمه ازاي؟ انا قلت امبيرمنت لوس هتبقى ديبت والاسيت كريدت.
اللي هو بالحاجه اللي احنا خسرناها دول 10000 في المثال بتاعنا بس كده بس كده. طيب هو السؤال او احنا عندنا سؤالين الحقيقه، سؤالين مهمين جدا هم خلاصه المعيار ده. السؤال الاول وده سؤال مهم، امتى اعمل ده؟ امتى اعمل الامبيرمنت في الفتره كروزنج؟ لا، يقول لك في اي وقت من السنه يجي لك ما يسمى بالانديكيتور. انديكيتور يعني مؤشر. يجي منين بقى دكتور؟ يجي منين بقى دكتور؟ كلام جميل. قال لك في انترنال، انترنال انديكيتورز واكسترنال. واكسترنال انديكيتور يعني ممكن يبقى عندك مؤشر جاي من جوه الشركه ومؤشر جاي من بره الشركه داخلي وخارجي. المؤشر الداخلي يبقى عباره عن ايه؟ عباره عن حصول او حدوث اي دامج في الاسيد مثلا، يعني كهرباء جت وراحت فالموتور ايه؟ ضرب فكفاءته ايه؟ قلت. او حصل في جزء من الاصل حصل له دامج، ترس مش عارف ضرب في مكنه مثلا، عربيه كانت ناقصه بنزين ناقصه سوى ميه فكلبشت في الموتور فمش عارف ايه، اي حاجه من الحاجات دي احنا على طول بنعرف. انت حضرتك لو حصل ده في عربيتك او في مكانتك بتعرف ان الاصل ده ايه، حصل له بالظبط كده. طيب ده بالنسبه للانترنال انديكيتور. طب لو اكسترنال انديكيتورز، اشهر نوع من الـ من الانديكيتور في الاكستر في الاكسترنال هو الحاجات اللي جايه من التشينج ان تكنولوجي. يبقى انا عندي انترنال سورسز للانديكيتورز واكسترنال. الاكسترنال بيقول لك الماركت فاليو ديكلاينز، اصل الاصل بتاعك اصله كنت قل، زي حضرتك جايب الموبايل ده صح كده ولا لا؟ ظهر الاحدث منه يبقى يحصل ايه للماركت ده؟ يبقى ده امبيرمنت، وامبيرمنت لوس ولازم هنسجل معايا يا جماعه ولا لا؟ نيجاتيف تشينج ان تكنولوجي، تغير في التكنولوجيا بشكل سلبي اللي خلى الاصل بتاعنا برضه امبير. او في الماركت في الاسواق او في الايكونومي او في الاقتصاد او القوانين، كل دي مسببات خارجيه. لما يحصل انخفاض في الاقتصاد طلب على الاصل بتاعي ايه؟ هيقل، وقيمته ايه؟ هتقل. لما يبقى حصل قوانين تمنع مثلا، يعني يمكن قلتها قبل كده، في مصر قبل 52 كان ايام الملك فاروق كان مسموح بصناعه الخمور. طب لما اتغيرت وطلعت قوانين جديده تحرم صناعه الخمور يبقى ليه قوانين صح كده؟ قوانين مثلا بتاعه التدخين. حاجات كتيرة جدا ممكن تخلي اصل عندك قيمته ايه؟ امبيرد. انكريز ان ماركت انترست ريت برضه. زيادة معدلات الفايدة هي مؤشر على انخفاض بعض الاصول اللي بيشتريها بالعملات او بقروض. كمباني ستوك برايس از بلو بوك ماركت. او انه سعر الستوك بتاع الاصل ده اقل من الماركت. كل دي اكسترنال سورسز اوف انديكيتورز. معايا يا جماعة ولا لا؟ سعر السهم، سعر السهم في حد ذاته مؤشر انه ممكن يكون سبب او مؤشر ليك ان وصول الشركه دي امبارح مؤشر. خلي بالك احنا هنا مش بنتكلم على الاصل نفسه، في مؤشرات بنستنتج منها حدوث الايه الامبيرمنت. يعني لما سعر الشركه ينزل ترجع تدعبس ليه؟ فممكن يبقى احد اسبابها انه في اصول عندك امبيرد فعلا. يعني مثلا على سبيل المثال انه سهم الحديد والصلب مثلا نزل صح كده ولا لا؟ استورده من بره. بدانا نستورده من بره يبقى قيمه الاصول اللي عندك قلت. او سهم مومنيل نزل. طب ليه؟ لان الخدمه اللي عندها مش عارف بقت اقل، فزي شركه جديده نازله فممكن يحصل امبيرد لبعض الاصول اللي عندك وهكذا. احنا بنتكلم على خلي بالك
indications او indicators مؤشرات. طيب على صعيد الانترنال بقى زي ما قلنا obsolescence or physical damage تقارب او دمج يعني تحطم او خساره في physical في اصل بعين. acid is a part of restructure or held for disposal. الاسيد بتاعنا خلاص held for disposal هنستبعده او بنعمل restructure اعاده هيكله. worse economic performance than expected اداء سيء في الاقتصاد زيادة عن ما هو متوقع. مثلا الثورة لما حصلت شركات كتيرة جدا الاصول بتاعتها ايه؟ امبيرد ريستراكتشرينج يعني عادة هيكا. احنا اساس محمد بيتكلم في ايه؟ موضوع اسمه الامبيرمنت. امتى امبيرمنت لوس؟ امبيرمنت اوف اسيت بينتج عنه امبيرمنت لوس. امتى يحصل امبيرمنت لوس؟ لما يبقى عندي ايه؟ indicator سواء external indicator او internal اول ما يجيلك وده الاختلاف ما بين ال depreciation او الاصول العادية او حتى عن فكرة ال revaluation. ال revaluation بتتم at closing date لكن ال impairment في اي لحظة في السنة وده مهم جدا حسب المؤشر. جالك مؤشر سجل ال impairment لكن مش هتعمل revaluation الا at closing يبقى ده تاريخ ثابت وده اختلاف رئيسي في فكرة انه كمان الريفاليوشن ممكن ينتج عن زياده او نقص لكن الامبيرمنت هي خساره في كل الاحوال ممكن يحصل لا مفيش حاجه اسمها امبيرمنت بالزياده ما تبقاش اسمها امبيرمنت هو اسمه يا حبيبي قلبي اسمعني كلمه امبيرمنت معناها لوس خساره جميل لو الريكفري بالاماونت اعلى يبقى هنا مفيش حاجه مفيش امبيرمنت يعني لو جالك مؤشر فرض ان جالك انديكيتور ورحت انت بصيت على الريكفري بالاماونت ليه لا مازال اعلى من الايه الكارين يبقى نوع امبيرمنت وبالتالي مفيش امبيرمنت مفيش حاجه اسمها امبيرمنت بالزياده نعم طبعا كل الامور اللي زي دي بتتحدد في الاداره الماليه ات كلوزنج بالذات جزء من شغلانه المدير المالي لو مسؤول عن اعداد القوائم الماليه ماشي وتفكر حضرتك المده في النص بنسجله بالظبط بس خلي بالك مفهوم الامبيرمنت مش 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 سببه الكونسرفاتيزم لا سببه اتجاهنا ناحيه الفير فاليو احنا عايزين الحاجه دايما تبقى اقرب ما يكون للفير فاليو بس يعني ده السبب الرئيسي بتاعنا الفير فاليو بالنسبه ما هو ده لو احنا بنعمل ريفاليويشن وارد يبقى زياده وارد النقص لكن هنا انت بيجي لك زي ما بقول انديكيتور مؤشر ان الاصل ده هاز بين امبيرد معايا يا جماعه ولا لا؟ معاك يا شو وي هاف ان انديكيتور جماعه اللي لسه جايين خليكم معايا بقى احنا بدانا في المعيار لسه بنقول اهو الايات 36 عنوانه امبيرمنت اوف اسيت انخفاض او سموها في العربي اضمحلال قيمه الاصول. الاضمحلال في قيمه الاصول قلنا بيبقى عندي ما يسمى بالانديكيتورز مؤشرات مؤشرات انترنال انديكيتورز واكسترنال انديكيتورز مؤشرات من جوه الشركه او مؤشرات من بره الشركه. ايا كانت المؤشرات بتقول لي ان الاصل ده قيمته قلت ان ذا اسيت هاز بين امبيرد قولوا معايا ذا اسيت هاز بين امبيرد ان الاصل ده انخفض. انخفض ايه؟ قلنا حصل له دامج، حصل له اوبسلنس تقارب، حصل له وات ايفر اللي معاك دامج اللي انا بشرحه. يا استاذنا معاك والله. ده مش احنا كان في معيارين مره اللي فاتت شرحنا واحد وده الثاني. طيب. المعيار ده قايل. لو في كل حاجه احنا داخلين. اه 36 معايا. طب كنت شايلها المره اللي فاتت؟ لا كنت موجود. خليك معايا. انا كنت شايلها. نعم انا ما كنتش شايلها. صح. انا ما جيتش انا مش عارف بقول انا ببص للحاجتين الاسيتس وده له كارينج اماونت كارينج اماونت يعني قيمه ايه؟ دفتريه قلنا كلمه كارينج اماونت هو تساوي المصطلح القديم اللي كنا بنقوله بنقارن بحاجه اسمها ريكفربل اماونت القيمه التي يمكن ان تسترد او نحصل بها على الاصل. السؤال الثاني احنا قلنا المعيار ده فيه سؤالين صح؟ ايه السؤالين؟
انت نعمل البيرمنت. السؤال الثاني يعني ايه ريكفري من الاماونت اللي هقارنها بالكارينج اماونت؟ الكارينج اماونت ده قيمه عندي اللي هو قيمه الدفتر اللي هو تكلفه الدفتريه بتروح من هنا لهنا. السؤال الاولاني اللي قلت عليه خلاص انت يحصل ريكفري من الاماونت سوري انت يحصل البيرمنت لما يبقى عندي ايه؟ انديكيتورز سواء الانترنال انديكيتور او اكسترنال انديكيتور. السؤال الثاني طب انت جالك مؤشر يا عم انت قال لك مثلا اللابتوب ده ظهر موديل احدث منه فاللابتوب ده انت جايبه بكام؟ 3000؟ لا ما عادش نجيب 3000 صح كده ولا لا؟ It has been impaired. طب نحسب impairment بس حطوا الميزان ده في دماغنا كده خلاص انت عرفت ده كان اسمه لينوفو مش عارف ايه الشركه دي طلعت الاحدث خلاص ده قيمته ايه؟ impaired. سؤال بقى نسجل impairment loss بكام؟ هنا بقى انا عايز قيمه الدفتريه بكام؟ 3000. طب هو القيمه الريكفري بتيجي ازاي؟ دي هو ده السؤال الثاني. السؤال الثاني فانا عايز اوصل لقيمه الريكفري بالاماونت. ريكفري بالاماونت بنجيب قيمتين قيمه اسمها الـ MRV نت فلازل والفاليو ان يوز والقيمة الثانية اسمها فاليو ان يوز. ام ار بي اللي احنا قلناها قبل كده نت انفنتوري ريلايزبل فاليو صافي القيمة المحققة اللي هي بتيجي ازاي؟ سيلينج برايس كوست اوف كونفليكت ماينس سيلينج اكسبنسز. يعني ايه الكلام ده؟ تعال نرجع على الموبايل ده. الموبايل ده اروح ابيعه قال لي هجيب 2000 جنيه بس. والراجل اللي هيبيعه هياخد عموله عشان هيوديه ويبقى 100 جنيه. معايا ولا لا؟ يبقى ال ان ار بي بتاعته 1900 بس. معايا يا جماعه ولا لا؟ يبقى هو ثمنه 2000 بس اللي هيبيعه له هياخد كوميشن كام؟ 100. يبقى الصافي بتاعه 1000. الفاليو ان طبعا كل الناس بتقارن الكارنج اماونت اللي هو قلنا كان 3000 بالقيمه دي. في بعض الاحيان ما بقدرش اعمل دي. بتاني جاهز يعني؟ لا بجيب حاجه اسمها الفاليو ان يوز اللي هي البريزنت فاليو البي في بريزنت فاليو للفيوتشر كاش فلوز. دخلنا في حته ثانيه هقول لك ازاي بقى. طيب تيجي مثلا يعني نقول مثال ثاني ناخد الموبايل. انا في محل سوبر ماركت ومعايا الموبايل ده بشغله الدقيقة بنص جنيه، معايا يا جماعة ولا لأ؟ الدقيقة كانت بنص جنيه. الموبايل ده ظهر أحدث منه، يبقى ظهر إنديكيتور إنه فيه إيه؟ أحدث منه، معايا ولا لأ؟ أنا كنت شاريه ب 1500. طيب، عايز أعرف هو يساوي كام دلوقتي ريكفربل أماونت؟ عشان الفرق ما بين الـ 1500 اللي هي الكارينج أماونت، معايا يا جماعة ولا لأ؟ وهو يستاهل كام عشان نطلع الفرق ونسميه امبيرمنت لوس. فقال لك اجي ابيع اقول لك لا الموبايل ده ما ينفعش خلاص ده انت هريق شغل. معايا يا جماعه ولا لا؟ ده انت هريق شغل. طب يبقى انا مش قادر اجيب له ايه؟ نت ريلايزبل فاليو. طب نجيب له كارنج اماونت بس سوري نجيب له حاجه اسمها فاليو نيوز. يعني ايه فاليو نيوز؟ القيمه المحققه من استخدام الموبايل ده بيعمل في اليوم مثلا يعني مكالمات ب 50 جنيه وبيكلمني كروت 20 حد فاهم انا بقوله ولا لا؟ يبقى الفرق 30 جنيه ايراد يومي. معايا يا جماعه ولا لا؟ 30 جنيه في الشهر يعني 9000 ولا 900؟ 900 جنيه في الشهر لمده سنه مثلا يبقى 900 في 12 بكام؟ 10%. لو جبنا البريزنت فاليو للعشرة 800 يبقى هي دي بيسموها الفاليو نيوز. البريزنت فاليو على القيمه الحاليه. يعني ايه بقى؟ يعني نجيبها ازاي؟ ده سؤال جميل جدا.
البريزنت فاليو دي يا حضرات كانت هي مشكله لو انا حتى اشرحها لك دلوقتي واشرحها، لكن عايز اطمنك ان هي بتتعمل على الكالكوليتر دلوقتي وليها جداول جاهزه عند الجماعه بتوع الاحصاء. ففي جداول كنا زمان فاكرين جداول القيمه الحاليه، القيمه الحاليه لجنيه والقيمه الحاليه للدفعه. اطمنك اكثر ان الكالكوليشنز الجديده الكالكوليترز الجديده فيها البي في بس بتدخله البيانات. البريزنت فاليو ازاي يعني؟ احنا قلنا ايه الكلام اللي قلته ده؟ قلته ده بيجيب بيصف مليون 30 يبقى مش شاف في الشهر 900 صح كده ولا لا؟ طب هو 900 بتوعه الشهر ده زي 900 بتاعه بعد 10 شهور؟ البريزنت فاليو بتقل ولا لا؟ فاحنا عندنا جدول بيطلع لنا البريزنت فاليو يعني القيمه الحاليه للجنيه بعد 6 شهور بعد سنه بعد 2 وهكذا معايا ولا لا؟ دايما القيمه الحاليه لاي فلوس جايه في المستقبل اقل من 8 يعني انت لو ببساطه شديده كده. طب تعالى نعمل حاجه ثانيه، انا هبيع لك الموبايل ده. فالاستاذ انا بنسى ياسر، ايوه استاذ ياسر، قال لي انا هدفع لك فيه 1000 جنيه. صح كده ولا لا؟ الاستاذ محمد قال لي هدفع لك 1500 بس هديهم لك على 10 اقساط. كل قسط 150. بمفهوم النقدي ده هيديني 1500. صح كده ولا لا؟ بمفهوم البريزنت فاليو يمكن اقدر ال 1000 جنيه بتاع الاستاذ محمد معايا ولا لا؟ لان ال 1500 دي قيمتها عماله ايه؟ 150 بتتناقص. صح كده ولا انتوا فاهمين القصه ولا لا؟ لو انا جيت بقى على جدول في الكالكوليتر كده كتبت 150 في معدل الفايده في السوق 10% و10 اقساط ودوست بي في يقول لي ال 1500 دي اللي هي رسوم الدفعات تساوي مثلا 950 معايا يا جماعه ولا لا؟ يبقى ال 1000 احسن. ممكن الاقي ب 1100 يبقى هي هو احسن. على حسب معدل الفايده اللي في السوق. وصلت يا استاذ هادي ده؟ باذن القضيه بتاعت تتحسب ازاي ما بقتش قضيه. بس هي ايه لازم نبقى فاهمين هي ايه؟ هي القيمه الحاليه للفلوس اللي جايه في المستقبل بنجيب لها قيمه دلوقتي اقل بكتير من قيمتها المستقبليه. واضح الكلام ده ولا لا؟ طيب. بتعتمد على معدل الفايده في البنك طبعا طبعا لان كل القيم الحاليه الديسكاونت ريت هو المبني على معدل الفايده. ولذلك الدول اللي زي امريكا مثلا الفايده في امريكا 1% وساعات بتوصل لصفر. معناها ان ما عندهاش تضخم. يعني الجنيه بعد سنه هو الدولار بعد سنه زي هو الدولار دلوقتي، حد فاهم انا بقوله ولا لا؟ فلذلك انت لما تروح تاخد قرض من البنك ترجعه بس. ما عندوش تضخم. هو ليه البنك بيقول لك خد ال 1000 رجعها ب 1200 او 1500؟ هي ربا. سيبك من موضوع الربا، هو ايه البنك بيقول لك كده ليه؟ عشان عندنا تضخم. انت فاهم انا بقوله ولا لا؟ ولذلك الاقتصاد اللي زي ما قال لك لا الكلام ده المفروض ما يتاخدش في الاعتبار. يعني كل ما التضخم قل كل ما الريت قل. طبعا. العكس معدل الفايده مؤشر للتضخم. تمام. ماشي الكلام؟ طيب. نرجع تاني. ولذلك بقول لك لو مثلا لو معدل الفايده 3% هنلاقي من ال 1000 جنيه بعد سنه ب 990 مثلا. حاجه بسيطه جدا صح كده ولا لا؟ لكن لو المعدل 15% لا انها ال 1000 يساوي 902 903 فقل ب 100 جنيه. يعني ممكن اعرف اي دوله فيها تضخم ولا لا من خلال الريت بتاعها؟ طبعا ده كلام ما فيهوش كلام تاني ما فيهوش نقاط. لان معدلات الفايده هي مؤشر للتضخم الحادث في البلاد. طيب حلوه سهله القصه. يبقى تاني قول معيار ده خلاصته في اللي انا قلته. ايوه بس هنا الكشف ما قلنا هو بقى قلنا لو في اصل مش قادر اجيب له نت ريلايز فاليو يبقى هبص على الفيوتشر كاش فلو وبعدين اجيب لها بريزنت فاليو. زي ما انا قلت لك الموبايل ده هيوفر لي 900 جنيه في الشهر لمده 10 شهور هجيب البريزنت فاليو للايه؟ للفلوس دي بقت هي دي اسمها الفاليو اديوز. لو موجود الاثنين باخد ايهما اكبر؟ ايهما اكبر يطلع هنا ويبقى هو ده يمثل الريكفربل اماونت. ايه اللي هيقارن بالايه؟ بالكارنج اوت. والفرق لو طلع اقل هعمل امبيرمنت لوس. تعال شوف المثال الانتباهي تاني هاكد انا بقارن الرقمين ببعض. رقم الكارنج اوت والكارنج اوت انا ما بنزلش في اي مجهود ده رقم قيمه الاصل دفتريه معايا ولا لا؟ القضيه كلها فين؟ في الريكفربل اماونت. بعبر عن الريكفربل اماونت الطريقه السهله في المفهوم دي بنعرف ايه؟ النت ريلايزبل فاليو اللي هي سعر البيع مطروحه منها مصروفات الفيه. وساعات يقول لك يا سلام لو قدرت تجيب الفاليو نيوز اللي هي الفيوتشر كاش فلو وتجيب لها بريزنت فاليو. لو قدرت تحصل على الاثنين بتاخد ايهما اكبر؟ الهاير.
لو جبت واحد بس يبقى هو اللي بيعبر عدد الكاميرا بالامام معايا ولا لا؟ في بعض الاصول ما بقدرش اجيب لها ابن ار بي فبجيب لها فاليو نيوز، وفي بعض الاصول بجيب لها ابن ار بي وما بقدرش اجيب الفاليو نيوز. لكن لو جبت الاثنين باخد ايهما ايه اكبر؟ ايهما اكبر هو اللي يعبر عن الكاميرا بالامام. نقارن الكاميرا بالامام بالكارينج اماونت، لو لقينا الكاميرا بالامام اقل من الكارينج اماونت يبقى هنا عندنا امبيرمنت روس. بتذكرها كده زي اللي احنا قلناها من شويه، امبيرمنت روس ديز الاسيد كريتيكال. واضحه الايه الصديق؟ تعال نخش على مثال ولا الكلام ده وبعدين نرجع نبص على الايه؟ اهو ادي القاعده بتاعتنا اهي. بتقول لي ذا هاير اوف فير فاليو ليس كوست تو سيل. المصطلح ده الفير فاليو ليس كوست تو سيل اللي هو مفهوم الام ار في، والثاني الفاليو نيوز. لو الاثنين اتولد واخد ايه؟ ذا هاير الاعلى. الاعلى بعمل له ايه بقى يا عم انت؟ بقارنه بحاجه ثانيه مهمه جدا. بقارنه بالكارينج اماونت ونجيب، انا بس بدور على الاكزامبل اهو. ادي الكارينج اماونت معايا يا جماعه ولا لا؟ ادي الريكفربل اماونت. الريكفربل اماونت جاي منين؟ من الاثنين دول. لو فيه يبقى فيه امبيرمنت لوس. طب وليه مسمينها كده دكتور؟ ايه بقى؟ ان ار بي ليه نت رناجون فاليو؟ ده بقى الان ار بي ده الاختصار بتاعها، ده مفهومها العلمي. الفير فاليو ليس الكوست سيل، يعني ده التطبيق بتاعها، سعر البيع او سعر الماركت مطروحه منها تكاليف الايه؟ البيع. معايا ولا لا؟ يعني ده يش حتى وده حتى في المعايير الجديده دايما استبدل. احنا كانت في المعايير القديمه كانت بتقول ان ار بي صريح، شال كلمه ان ار بي وبقى يقول دايما كده فير فاليو ماينس كوست سيل. يبقى استبدل كلمه الان ار في بكلمه ايه؟ فير فاليو ماينس كوست سيل. هو انا قلت لكم الهاجس بتاع المعايير هي فكره الفير فاليو، فعايز يحصر كلمه الفير فاليو في كل حته. يعني الفير فاليو دي انا اعتبرها السيلينج سيلينج برايس. بالظبط بالظبط. هو في فرق بين الفير فاليو والماركت فاليو؟ سيلينج برايس ماينس السيلينج اكسبنسز. سيلينج اكسبنسز نعم قول يا استاذ. في فرق بين الفير فاليو والماركت فاليو؟ الفير فاليو هو مفهوم اشمل من الماركت فاليو. الفير فاليو له ثلاث، ودي حته معلومه خارجيه بس كويس سالت، له ثلاث ادوات للقياس. الماركت فاليو هو حاجه واحده بس، سعره في السوق. وسعره انا كباير كمشتري معايا ولا لا؟ لكن اقول لك طريقه ظريفه جدا. الموبايل اهو ماشي الكلام، يجي سعره ازاي؟ احنا قلنا في ثلاث مفاهيم للفير فاليو. سعر في السوق، انا اروح محل موبايلات واقول له تشتري ده بكام؟ صح كده ولا لا؟ وممكن اشوف واحد زيه بالظبط سنة صنع واقول له البيع ده بكام؟ حد فاهم انا بقول ولا لا؟ اساله كده هتلاقي لو انت هتبيع ياخده بسعر، ولو هو اللي هيبيع بسعر تاني. حد فاهم انا بقول ولا لا؟ طيب اقول لك قول اقول لك ده يصنف فيه كده ويقلب شويه ويقول لك اخده بألف. طب تعالى له بكره كده هو نفسه اللي اشتراه منك ب 1000 وقول له انا هشتريه منك، يقول لك ب 1300. صح كده ولا لا؟ 1300 ده يقول لك ريبليسمنت كوست، يعني انا اللي هشتريه. ده انا هقول لك على حاجه مش هتصدقها، خلي بالك معايا يا استاذ محمد. انت معاك 1000 دولار صح كده؟ روح البنك كده بيعها، يقول لك الدولار النهارده ب 6.56. انت بائع صح كده ولا لا؟ اشتري منه 1000 دولار يدولك لك ب 7 جنيه وشيلها. سعر الشراء وسعر البيع. السؤال مش هم ال 1000 دولار ولا بقوا عفريت؟ الاولاني انا ببيع سيلينج برايس بلغه الايه؟ البائع، فاسمه اسمه ماركت فاليو. لو انا اللي هشتري يا استاذ هاني اسمه ريبليسمنت كوست، يعني انا ضايع مني 1000 دولار وعايز اجيب ايه؟ غير فيدوم بسعر 7 وشويه. حد فاهم انا بقوله ولا لا؟ طب في سلع لا سعر بيع ولا سعر شراء، يبقى مفهومها في الايه؟ في حاجه اسمها كاش جنريتنج يونت، ودي هتكلم فيها المعيار. في الكاش فلو اللي بيجي منها، بيجي من الكاش فلو اللي من وراها. هقول لك مثال بسيط جدا. روح كده حته شعبيه مثلا وشوف فرنه، فرنه عيش عارفينها ولا لا؟ صح؟ الموبايل فرنه العيش دي ايه اللي موجود فيها كاصول؟ شويه طاولات خشب صح؟ وفرنه مش كده ولا لا؟ وكام صاج معدن؟
حاجات بسيطه جدا. قلب الحاجات دي بلغه الفلوس ما يجيبوش 5000 جنيه، صح كده ولا لا؟ قول الراجل بقى بيع لي الفرنه دي، يقول لك انا عايز 100000. ليه؟ يقول لك شويه الحاجات اللي انت شايفهم دول مع ثلاثه عمال بيصفوا لي في اليوم 500 جنيه، حد فاهم انا بقول ايه ولا لا؟ يبقى هو بينظر لمجموعه الاصول دي معا، وده مصطلح هندرسه النهارده اتكلم عليه، سموها كاش جنريتنج يونت، وحده توليد نقد، حد فاهم انا بقول ايه ولا لا؟ يبقى سمولست جروب اوف اسيت، وده مفهومنا هنتكلم فيه والمعيار بتاعنا اتكلم عليه. ايه هو المفهوم بقى؟ قولوا معايا كاش جنريتنج يونت. كاش جنريتنج عباره عن ايه؟ يبقى جروب اوف سمولست اسيت، مجموعه من الاصول ايه؟ البسيطه اللي مع بعضيها بتعمل فيوتشر كاش فلو. مثال تاني غير الفورمه دي، روح حضرتك جامعة القاهرة بين السرايات أو جامعة عين شمس في حتة اسمها منشية الصدر. تلاقي مكانتين تصوير المكنة بالكتير أوي 3000 جنيه، صح كده ولا مستعمل؟ وبنت ولاد واقفين. قول لهم بقى وكشك قد كده. قول لهم أنا هشتري منكم الكشك ده والمكانتين دول وهخلي العمال زي ما هم. تقول لهم 20000، ويقول لك ولا 200000. لكن الكشك الصغير اللي انت شايفه ده بالمكانتين دول بيعمل في اليوم ب 2000 3000، حد فاهم انا بقول ولا لا؟ يبقى دي ايه؟ كاش جنريتنج يونت. يبقى تقييمها بالنسبه لي ها بالفير فاليو بتاعها كاش جنريتنج يونت، واضحه الحكايه دي ولا لا؟ ولذلك ده احد المفاهيم اللي بنبص لها كفير فاليو، يبقى مفهوم البريزنت فاليو للفيوتشر كاش فلو. يبقى الفير ماركت فاليو ليه كام مفهوم يا استاذ هاني؟ 3. ريبليسمنت كوست لو انا اللي هشتري، ماركت لو انا اللي هبيع، او كوحده نقد يبقى بريزنت فاليو للكاش فلو. واضح الكلام ده ولا لا؟ تيجي نطبق القاعده هي بقى. بص معايا يا جماعه، لو افترض ان اصل بعد اهلاكه ب 80، طب بص على الناحيه الثانيه بقى، نت سيلينج برايس سي ب 50 والفاليو ميون سي ب 30، يبقى الهاير بتاعهم كام؟ 50 من 80 30، اقارن من 80 30، يبقى انت عندك ايه؟ بلس 30. معايا يا جماعه ولا لا؟ طيب واضحه؟ تاني يا استاذ هاني؟ تاني يا استاذ محمد؟ تاني؟ الاصل كان 80. طيب الميد سيلينج برايس ان ار بي كان 50 والفاليو ميون في 30، احنا هناخد الاكبر ما بينهم هيبقى بكام؟ الاكبر 50. هناخد الاقل، 50 دي 80 صح؟ يبقى الفاليو في النص بكام؟ 30. عشان توصل للكاري اراوند بدل ما هي 80 تبقى ايه؟ يبقى 50، يبقى سالب النص نقول بقى ايه؟ انفيرمنت لوس كريدت الاسيت لوس دي ديبت والكريدت الاسيت بتاعها دي 30. واضحه؟ وصلت؟ طب مين اللي حاطط في اللي ممكن يستفيد منه؟ بيرمنت تحت اسم بيرمنت روس مع الاسيتس اللي بنمان اوبريتنج. ماشي الكلام؟ ثاني ايه يا راجل؟ بيقول لي اتحط فين؟ الانفيرمنت روس احد المصروفات ده اسمها كده انفيرمنت روس بس دي مان اوبريتنج. زي الديبريسيشن ولا ايه؟ الديبريسيشن ناتج عن اوبريتنج بس دي مان اوبريتنج. اوكي. طيب تعالى نشوف مثال اهو بقى مع بعض تاني. شركة عندي اصل الكوست بتاعته كام؟ 1000. الاكيميليت ديبريسيشن بتاعه 400، يبقى الكارينج اماونت 600. عندي بقى نت سيلينج برايس صرف القيمة البيعية بتاعته كام؟ 200. والفاليو ان يوز كام؟ 500. يبقى احنا بناخد الايه؟ الاكبر. الاكبر الهاير كريكفربل، معايا ولا لا؟ طب ال 500 هتتقارن بكام؟ بال 600. يبقى عندي 100 امبيرمنت لوس، معايا ولا لا؟ يبقى الكارينج اماونت الجديد بتاعت الايه؟ هتبقى 500. ليه يا عم انت؟ لان انت هتشيل من ال 600 100 امبيرمنت لوس. واصله دي يا جماعه ولا لا؟ ها؟ استاذ هاني معايا؟ الشيخ محمد مولانا منور بجد معايا ولا في حاجه؟ لا هو بس يعني اشتد بالمرض مرض؟ ألف سلام عليك. طب نقولها تاني كده تركز.
عندنا اصل الكوست بتاعته 1000 والاكبريت ديبريسيشن 400 والاصل ده النت كارينج اراوند بتاعه كام؟ 600. الاصل ده السيلنج برايس كان 200 والفاليو نيوز 500. احنا قلنا لما من دول بناخد الاكبر يبقى الريكفربل اماونت ب 500. نقارن 500 ب 600 يبقى في خساره ولا لا؟ خساره 100. نقسم ال 100 من 600 واحنا عايزين نوصل بالاصل الى قيمه ريفايزد. يعني ايه؟ معدله ريفايزد كارينج اماونت تبقى 500. يبقى عدلنا الكارينج اماونت العاديه اللي بتاعت الاصل ان المفروض ان الريكفربل اكبر من الكارينج. اي حاجه كده يبقى نص. او يساوي الاصل دي القاعده مفاهيم الفير فاليو قايمه على كده. نفس المثال بس عدلنا فيه ارقام نفسه كان الصافي بتاعه ب 600 السيلنج برايس 200 الفاليو بيز 100 احنا هناخد اكبر 200 صح؟ 200 ودي 600 يبقى احنا محتاجين نخفض 400 المره دي عشان نوصل بالايه؟ القيمه المعدله تبقى 200 صح. الحته اللي لازم نتكلم فيها اللي هي الجي السي جي يو صح؟ لو سمحت يعني هو ما فيش اي فرق يعني فرض كده ان الكرينج المنت تبقى اقل من الريكفر مش امبيرمنت كده بس مش تعمل امبيرمنت وارد يعني تعالى احنا نلعب احنا في المثال ونقول مثلا يعني ها انه في المثال ده كده السيلينج برايس ب 700 ماشي والدي ب 800 يعني هنعمل الاكبر الاكبر هيبقى كام؟ 800 نقارن 800 ب 600 يبقى مش هعمل لوس لوس افضل ب 600 بس خلاص ما انت مش عملتش اي حاجه ماشي كمان الحاجه اللي فيها شغل بقول لحضرتك لو احنا في اخر السنه هنعمل كلوزنج مش نعمل ايفالويشن؟ طبعا بس احنا متفقين انه فكره الايفالويشن انا قلت كلوزنج في الكلوزنج طبعا احنا قلنا انه ممكن بس ده له تاريخ لكن الامبيرمنت يحصل في اي وقت وخلي بالك ان انت لو اثناء السنه عملت الامبيرمنت لوس وجيت عملت الايفالويشن مش هتلاقي بقى في فرق يذكر لان انت لسه مظبط التكلفه حد فاهم انا بقول ايه ولا لا؟ انت لسه هتلاقي ممكن ما تلاقيش اي فرق اصلا انت لسه معدل الاصل. واضح الكلام ده ولا لا؟ فانت لما تيجي تعملوا تقييم هتديك قيمته العادله اللي انت لسه معدلها يعني. بس هي الفارق ان ده بيتعمل لحظي. طيب. الا لو حصل ريفولوشن بالزياده خالص حضرتك ساعتها احنا بنعدل نقدر نعدل اي طبعا. طيب انا من ضمن الحاجات اللي اتكلمت عليها اللي هي السي جي يو اللي هي احنا قلنا كاش جنريتنج يونت العنوان فوقهم اللي انا لما قلت المثال بتاع الايه؟ الفرنه والمثال بتاع مكن التصوير معايا يا جماعه ولا لا؟ شوف بيعرف السي جي يو دي ذا سمولست ايدنتيفايبل جروب اوف اسيتس اصغر مجموعه من الاصول. خلي بالك المجموعه من الاصول دي لوحدها منفرده لا تساوي شيء. يعني انت هات الطاوله بتاعت الخبز كده تساوي حاجه نصب لازم مجموعه هم مع بعض واحده. يعني انت لو واحد جاب كده وجت اداك ست سيجان بتوع الفرن وطولتين كبار وقال لك انهم خدهم ليه؟ ده انت تقول له ابوس على ايدك تاخدهم لانه هيكركبوا لي السطح هيقلبوا لي الشقه. حد فاهم انا بقول ايه ولا لا؟ لا يساوي شيء. قيمتهم متحدين مع الفرنه مع الاثنين العمال مع حد فاهم انا بقول ايه ولا لا؟ وهكذا. يمكن مكنة التصوير اللي عند بين السرايات ولا هنا اللي هنا دي شوية ومعايا برضه لا تساوي ثمنها. يمكن واحد زي حالاتك انا هعمل ايه بمكنة التصوير في البيت؟ انا عندي حتة البتاع قد كده وخلاص المكنة الكبيرة لكن هي لها قيمة في مكانها. اذا هي سمولست ايدنتيفايبل جروب اوف اسيتس جنريتد كاش ان فلو ذات ار لارجلي اندبندنت اوف كاش ان فلو فروم اذر اسيتس اور جروب اوف اسيتس. المجموعة دي بتولد كاش بشكل مستقل عن ايه؟ عن اي حتة تانية. هي لوحدها مصدر للايه؟ للكاش. Recoverable amount should be determined for individual asset if possible. If not possible to be determined لما بتجيب ال recoverable amount ببص لكل اصل لوحده. اذا ما ينفعش فاحنا بنجيب ال recoverable amount for the individual then determine recoverable amount as a cash generating. يعني القاعدة ان احنا نبص لكل اصل واحد otherwise احنا نبص لمجموعة اصول مع بعض ونسميها cash generating unit.
مايننج كمباني مثال على الكاش جنريتنج يونت. هل انتم محتاجين نجيب السلايس دي واحده واحده من الاول؟ المعيار ده سهل وتطبيقه يعني ما هوش كتير، فانا خدت الكام سلايس اللي فيهم خلاصه المعيار اللي انا شرحته. في بدايه المعيار ممكن اوريكم بسرعه كده، هو بس بيتكلم في المفاهيم. بسرعه كده حتى اعدي عليهم عشان برضو الناس تحسش يعني انه ان احنا بنكروت. ادي الاجنده، الهدف من المعيار انه احنا the objective of this standard is to prescribe the procedures، انه يشرح لنا كل الاجراءات that an entity applies to ensure that assets are carried at no more than the recoverable amount. انت مش عايز تخلي الاصل بقيمه اعلى من recoverable amount، ده هدف اساسي. يعني انت مش عايز يزيد عن القيم، يخرج كل المعايير دي تخرج عن نطاق هذا المعيار. طبعا ده ليه دايما المعيار يقول لك مش هيطبق على كذا؟ لان ليها معيار، الانفنتوري له معيار، الانستراكشن لها معيار، الديفند اسيت لها معيار، اذا دي خارج نطاق هذا المعيار. هذا المعيار ديل ويز نوعين، هاو سبيسبل ايدنتيفاينج وين ان امبيرمنت لوس، متى تحدث الامبيرمنت لوس، هاو شود ريكفربل اماونت اوف اسيت ميجر، ازاي نقيس الريكفربل اماونت، ان هذا بيتكلم عن كده السكوب يعني. هاو شود امبيرمنت لوس بي ريبورتد، نقدر نجاوب على تسع اسئله، بيقول لك المعيار ده بيجاوب على ثلاث اسئله. هاو ات از بوسيبل تو ايدنتيفاي وين امبيرمنت لوس مي بي اوكيرد، متى تحدث الامبيرمنت لوس، تقدر تجاوب على السؤال ده انت. برافو عليك، اللي جاب على السؤال ده بالانديكيتور بالظبط. السؤال الثاني، هاو شود ريكفربل اماونت اوف اسيتس بي ميجرد، بقيس الريكفربل اماونت ايه؟ حاجه من الاثنين، ان ار بي والفاليو. هاو شود امبيرمنت لوس ريبورتد، الامبيرمنت لوس تسجل على ان ايه؟ ديبت، والطرف الثاني كريدت. هل دول الاسئله اللي بيجاوب عنهم المعيار ده جاوبت عنهم؟ يبقى كده المعيار خلص. طالما قدرت تجاوب على الثلاث اسئله دول، هو بدا يديك شويه مصطلحات. يعني ايه امبيرمنت؟ يعني ايه ريكفربل اماونت؟ يعني ايه فاليو ان يوز؟ يعني ايه امبيرمنت لوس؟ يعني كاش جنريتنج سؤال، كل المفاهيم اللي احنا قلناها ولا لا؟ وبدا بقى يمشي خطوه خطوه، ازاي نحدد الاكسترنال انديكيتور زي ما قلتوا والانترنال انديكيتور، واخدين بالكم ازاي؟ ويحصل كومبير بين الكارنج اماونت والريكفربل عشان نوصل، والهاير اللي هي نفس الكلام اللي انا قلناه. معايا يا جماعه ولا لا؟ وصلنا لمفهوم ديسكاونت ريت، المثال ده ديسكاونت ريت اللي هو اللي احنا بنجيب عنه البريزنت فاليو. البريزنت فاليو مش احنا قلنا بنجيب ايه؟ البريزنت فاليو للكاش للفيوتشر كاش، اللي هو السعر اللي ايه؟ سعر الفايده في الدنيا، سعر الفايده في الوقت. وساعات في الاعتبار ياخد في الاعتبار الريسك اوف ذا اسيت. يمكن انا قلت لكم مثال زي قبل كده، انا مره جيت اخد قرض من بنك فقال لي ايه؟ هيديك فايده 9.5% على القرض، بس لو حولت مرتبك هنخلي الفايده 7.5. ليه؟ الريسك قل. فلما يقل الريسك يقل الفايده، يقل معدل الفايده. عشان كده الديسكاونت ريت برضه، دي معلومه لازم حضرتك تبقى محفوره، كلمه ديسكاونت ريت كلمه اشمل من كلمه انترست ريت. الديسكاونت ريت بياخد في الاعتبار الانترست ريت زائد ريسك، اي مؤشرات للريسك. برافو عليك، يبقى ده مفهوم اكبر شويه، وده مهم جدا. وطول ما كان الامر هاي ريسك يبقى الديسكاونت ريت بتاعنا عالي. بس ده كده تقريبا اللي انا قلته، وده المعيار وده المثال وده المثال. نعم. طيب الجود ويل في الانتنجن والاسيت، وخلي بالكم انا عايز اقول تاني السؤال مهم جدا، السؤال لحضراتكم مهم. المعيار ده بيطبق فين؟ انا قلت بيطبق على الكرنت اللي هي سوري النون كرنت اسيت اللي هي تنجبل وانتنجبل. كل النون كرنت اسيت اللي هي البي بي بي اللي هي اي 16
وياس 38 والانتنجبل اسيت. اي اصل عندي يخضع للانفيرمنت حتى الاصول المعنويه. يعني ممكن يبقى عندي بيتنت اختراع معايا ولا لا؟ اختراع، والاختراع ده حصل له انفيرمنت صح؟ انا واخد ترخيص ده من المانيا صح كده ولا لا؟ دافع فيه مليون جنيه على 5 سنين. بص معايا المثال اللي بقول ده، واخد توكيل توكيل ده من المانيا ترخيص بخمس سنين، بعد سنتين قيمته الدفتريه كام؟ قولوا لي انتوا. تاني دواء، رخص الدواء من المانيا دافع فيها مليون جنيه لايسنس 5 سنين، يبقى قسم المليون جنيه على ايه؟ بعد سنتين هيبقى قيمته الدفتريه كام؟ 600. صح، هعمل له ايه؟ استهلاك ستريت لاين على 5 سنين يبقى 400، يبقى 600. طيب ظهر دواء جديد احدث، جيت ابيع الترخيص ده لشركه ثانيه عشان اجيب الدواء الجديد، شركه اضعف مني، فيقول لا ده انت عارف ان الاحدث ظهر دلوقتي بس انا هاخده منك مش عارف ايه ب 300، يبقى حصل له انفيرمنت ولا لا؟ هو ده ريكفربل اماونت بتاعته بقت اقل. واضحه دي ولا لا؟ اه. الجود ويل بقى، بس هو بس اتفضل. لو الرخيص مثلا ده الدواء ده مثلا نزل 10 مليون ضغط صحي عالميه مثلا من الصنف ده، هيكون عندك تدبل او في مشاكل، يبقى كله امبيرد للصفر، مسموح لك تعمل امبيرمنت لحد ما توصل الاصل للصفر. بس هنا طبعا بقى عشان يبقى شيء دراماتيكالي لوس، فوزعها على كذا سنه. حد فاهم انا بقول ايه ولا لا؟ يعني انت برضه كمحاسب بدل ما ال 600,000 اللي باقيين كلهم تحطهم لص على سنه، تعمل لك دروب كل سنه، اعمل امبيرمنت ب 200 لحد ما يخلصوا، بس مسموح لك توصل بيه للزيرو. ازاي اقسم؟ ازاي اقسم نص كونسرفاتيف؟ لو اصل انت بتقسم اصل بتستهلك اصل كخساره، هو بس خساره، واخد بالك ازاي؟ يعني انت بتحاول، ودي حاجه ما هياش غلط محاسبيا، ان هي حاجه لك تعمل سموزنج للميزانيه. سموزنج يعني ايه؟ توازن، ما بدل ما تيجي في سنه من السنين دروب جامده جدا، صح كده ولا لا؟ واضح ده يحصل. زي ما انا قلت قبل كده في موضوع المخزون، لو عندك مخزون متقادم برضه تبدا تستهلكه على عده ايه؟ سنوات لحد ما توصلوا لقيمه الايه؟ الزيرو. معايا ولا لا؟ الجود ويل هنا، الجود ويل بقى اصل مختلف ليه بقى؟ الاصل اللي احنا اتفقنا ان هو نوت امورتايزد. ليه يا عم ما بنعملوش امورتيزيشن؟ لانه ملوش ديفينيت لايف. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ لا انا شرحت في المره اللي فاتت، قلت انه الانتنجبل اسيت نوعين، انتنجبل اسيت ليها ديفينيت لايف عمر محدد زي براءه اختراع زي فرانشايز زي، فبتقسم التكلفه على العمر زي البيتر، وفي انتنجبل اسيت هاز نو ديفينيت لايف ملهاش عمر، سوفت وير زي السوفت وير وزي الجود ويل ملهاش عمر، يبقى هتستهلكها ازاي؟ تعمل لها الانفيرمنت تيست. تشوفها قلت ولا لا؟ لو قلت، وخلي بالك بعمل لها انفيرمنت تيست مش انفيرمنت لص، تعمل لها انفيرمنت تيست يعني هل قلت ولا لا؟ يعني تجيب الريكفري بالاماونت بتاعتها. لقيتها اكبر شكرا، يبقى هي زي ما هي. حد فاهم انا بقول ايه ولا لا؟ لقيتها اقل تعمل انفيرمنت لص. وعلى فكره كل الانفيرمنت لص وكل الريفالويشن لص كان بي ريفرست الا الجودوي اللي اتكسر فيها ما بيتصلحش. حد فاهم انا بقول ايه ولا لا؟ يعني انت لو عملت انفيرمنت للجودوي او ريفالويشن للجودوي وقلت ما ترجعش تزودها تاني حتى لو عندك انديكيتور انها زادت، صح كده ولا لا؟ دي قاعده برضه. نعم؟ ليه مش هرجع؟ لان الشهره فعلا اللي اتكسر فيها ما بيتصلحش. جودوي زي ما مره قلت لك، انا كنت في واحد بتاع كباب مشهور جدا جدا، لما طلع اشاعه وكتب في الجورنال مطلعه من عنده راس حمار مثلا. لو انت قريت النهارده في الجورنال ان ابو شهره بتاع المعادي طلعه من عنده راس حمار، تعمل ايه؟ سؤال، هتروح تاكل تاني عند ابو شهره؟ حتى ولو كانت الاشاعه دي غلط، تيجي الداخل كده يقول لك يجي لك الهادس على طول، صح كده ولا ما حصل حاجه في الجود ويل اللي اتكسر فيها، صح كده ولا لا؟ طبيب بلاش يا ابو شهره، صدفه كده يعني مش عايز اقول لكم انه 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 موت اسمه ده خالد صالح الممثل هز شهرة مجدي يعقوب في المركز بتاعه جدا. عارفين خالد صالح اللي كان بيعمل عمليه القلب في اسوان، وطلع مجدي يعقوب نفسه يبرر وان هو كان عنده مشكله من زمان، هو ما كانش بيسمع ده، معناه ان هو خايف على الجزء بتاعته. فدايما الجزء اللي بيتكسر فيها صعب جدا
استيعابه عشان ترجع محتاج سنين طويلة. وفي ناس غيرت نشاط بسبب ضربة في الجدول، غيرت نشاط حقيقة يعني ده حقيقي موجود معايا ولا لا؟ يبقى عشان كده قال لي جودويل شوف بي تيست فور امبيرمنت انيوالي. بما ان جودويل ما بنعملهاش امورتيزيشن انيوالي يبقى نعمل لها ايه؟ امبيرمنت تيست انيوالي. تو تيست امبيرمنت جودويل ماست بي الليجيتد تو ايتش اوف اكواير كاش جنريتنج يونت جروب اوف كاش جنريتد ذات اكسبكتد تو بينيفيت فروم ذا كومبانيشن. طبعا الجودويل بتيجي من خلال كومبانيشن اللي هي اندماج شركات مع بعض انيوالي او اقل من انيوالي مع او على حسب الريبورتنج دي، بس على الاقل خلي بالك وقال لك ات ليست انيوالي على الاقل على الاقل. ها ماشي الكلام. الديسكلوجرز طبعا بقى ممكن تبقوا انتوا تقروها مع بعض عشان انا عايزه تعالى بس نقرا الحته بتاع الريفرسال اوف امبيرمنت لوس. دي مهمه اللي هي الاسترداد بقى. ان سام كيسز في بعض الحالات اللي ريكفر بالاماونت 18 in some cases في بعض الحالات the recoverable amount of an asset that has been previously been impaired في بعض الحالات اللي سبق ان انت عملت لها impairment might return out to be higher than asset carrying value. رجعت وبقت قيمتها اعلى من الكارنج فاليو. هنا بقى reversal of some of the previous impairment loss. تقدر تسترد اللي سبق ليك انت سجلته كامبيرمنت لوس، بس برضو اتفقنا في حدود وات هاز بين ها امبيرد الخساره يعني ما تزودش عامله زي الريفالويشن. هي زي الريفالويشن بالظبط. بس ده يعني لو قفلت السنه حتى السنه اللي بعديها اعمل ده اصل ننتقل من سنه لاخرى. السنه دي كانت نص، السنه اللي جايه جين والعمليه تعدل بعضها في ظرف كاس زمان ما عنديش مشكله. يعني لو في نفس السنة اوكي او في القائمة اللي بعدها حتى اللي بعديها حتى السنة اللي يبقى جينز في قائمة السنة. جينز في قائمة السنة زي حضرتك وهي اتقفلت في الانكم وطلعت على ما هو كله بيصب فين؟ في عندنا صافي عندنا عندنا خزان كده اسمه ايه؟ ريتين. زي ما النص صبت فيه الجين هتصب فيه صح كده ولا لا؟ هي بتصب حضرتك في حاجة اسمها سيرفر. لا خلي بالك بس هنا برضه كويس انت قلت النقطه دي. الريفرسال اوف امبيرمنت ملوش علاقه بالسيرفلس، احنا بنقول زيه بس مش منه. بنتكلم على لا خلاص الريفاليوشن خلصناه وشرحناه في حين. لا يعني يعني انا وانا هنا ما ماليش دعوه بالسيرفلس، ماليش علاقه بالايه بالسيرفلس. السيرفلس يخص الريفاليوشن. طيب نقولها في الوقت. تعالوا نقرا الكلام الموجود. Reversal of impairment loss should be recognized immediately. شوف الكلام. Reversal of an impairment loss should be recognized immediately as income in the profit or loss. لو حصل reversal يعني ايه reversal يا جماعه؟ الاصل اللي عملنا له impairment زاد. بس شوف بقى بيقول لك ايه؟ The increased carrying amount due to reversal should not be more than ماشي what the depreciation cost. depreciated historical cost would have been if the impairment has been recognized. يعني عايز يقول لك انه اقصى قيمه ليه اوصل للاصل القيمه التاريخيه الاستهلاكيه للاصل. ما يزيدش عن كده، يعني هو كان ب 600,000 وانت خفضته 100، اقصى حاجه نرجع ل 600 تاني. بس. adjustment او adjust depreciation for future period وببدا اعالج الاستهلاك على الفترات اللي جايه اللي بعد كده. reversal of impairment loss for goodwill is prohibited. الجودويل ملهاش reversal للايه؟ للimpairment. prohibited يعني ممنوعة. reversal انه استرداد الimpairment loss بتاع الجودويل لا مش مسموح لك في الجودويل. وبعدين disclosure we must disclose the following. عندنا كام سؤال كده تعال نشوفهم مع بعض. لا نووي المعيار قال كده. المعيار بيقول ماشي زي لا الزمن روح مع الزمن بيقول لك فتره طويله جدا دي فتره قال هيستنى وده مش نظر وخلي بالك ان هو مع حق. عارف مع الزمن يمكن ايه؟ مع الزمن انت بتخلق سمعه جديده. حد فاهم؟ بتبني سمعه جديده وبتكلفك مش القديم.
وزاد حتى اغلب الناس ايه عشان يكتبها بقى كمان لو لا يحاول كمان ايه يعني يضيف براند جديد الحقيقه ليه دايما كده يعني حتى في السياسه كان في حزب الوفد قال لك الوفد الجديد حد فاهم ولا لا اه والله ليه ابو شهره ليه يعني انا برضو كان في قريه في الفيوم كنت بروح كده ساعات كان اسمها بانوراما واتقفلت 10 سنين جفت على نيو بانوراما معايا ولا لا ليه وهكذا يبدا يديها لقطه جديده في عندنا في الفيوم طيب وهكذا يبدا يدي ايه لمحه جديده كانه نيو جودويل هو عايز يتخلص من الايه من الايمج القديم العبقري ده على طريق بحيره كده لا اريبيان نايت اريبيان الناس اللي على الطريق صح لا بروح فيهم كتير انا بدي محاضرات تعليم مفتوح هناك في جامعه الفيوم في ايام الجمعه وساعات ايام سبت طيب اي اس 36 بتاعنا ابلايز تو ويتش اوف ذا فولوينج المعيار ده بيطبق على ايه على الانفنتوري على الفاينانشال اسيت ولا الاسيت هيلد فور سيل ولا البروبرتي بلانت اند اكويبمنت دي نعم فاينانشال اسيت الاصول الماليه اللي هي الاسهم والسندات شيرز اند بونز ليها معيار هناخده ترتيب ده معيار كبير اي اس 9 هي بتيجي بلفظ او كلمه جديده اللي هي الفاينانشال انسترومنت اصول ماليه لا المصطلح ده لازم لازم تتعلم عليه لان احنا عندنا معيار جاي طبعا هي ميزه المعايير وعيبها ودي حاجه مهمه جدا يعني انا مره كنت بشرح محاضره في الجامعه بقول للولاد ايه وخلي بالكم معايا من اللي انا بقوله ده لازم نفرق بين ثلاث مصطلحات الداتا والانفورميشن والنوليدج ركزوا الفرق بين الداتا والانفورميشن والنوليدج كنت بقول لهم الداتا دي معلومه خام كده لا تساعد في اتخاذ قرار لكن الانفورميشن تساعدك في اتخاذ قرار النوليدج بقى تراكم تراكم خبرات الانفورميشن يعني ايه النولج يخلي يبقى معرفه من المعرفه يبقى عندك نولج ففي لما تخلص كل المعايير يبقى عندك نولج جامد جدا بقى لان المعايير ترجع تسمع في بعض على فكره لا اسم واحد يبقى اسمها نولج المعرفه او العلم اتفضل حضرتك مش الفاينانشال اشمل لا لا وتنجبل لا الفاينانشال اسيت هي الاصول الماليه فقط فلوس بس لكن ما فيش الاصول اللي بتستخدم في الاوبريشن يعني الفاينانشال ماسك باختصار باختصار الفاينانشال اسيت كاش شيرز بونز والليز ومعاهم حتى الليز لا هو هنا دي حضرتك قصرها على الدبير لو اقول لك مين من دول ما قصرهاش بس اللي ينفع في دول ايه احنا دايما على فكره في الاختيار احسن اجابه مش معقول مش لازم تكون كلها صح مش بس هي الوحيده اللي صح في دول بس هو لو جربت كده هتعمل صح نعم معاهم في الفاينانشال اسيت الفاليو نيوز هي عباره عن ايه؟ ماركت فاليو؟ لا ولا الديسكاونتد بريزنت فاليو اوف فيوتشر كاش فلو ارايزنج فروم ذا يوز اوف اسيت اند فروم ات ديسبوزل هي دي طالما بريزنت فاليو اوف فيوتشر كاش فلو هي دي طب هل الهاير لا هي بي سؤال رقم ثلاثه الفير فاليو ليس كوست تو سيل كانوت بي ديترمايند لو انت مش قادر تجيب ال ان ار في ما دي معناها ال ان ار في هل الاسيت از نوت امبيرد ولا ريكفربل اماونت از ذا فاليو ان يوز ولا ذا ريلايز بي طبعا مش احنا قلنا لو ما وجدتش دي هنستخدم دي صح انا عارف انتوا بتقولوا عشان الاجابه قدامكم لا 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 انا هنا حاولت اعمل هو بص انا عارف بس انتوا اللي بتبصوا في الورقه يعني انا حاولت اعمل انيميشن عشان اشيل الاجابه انتوا بتبصوا في الورقه طب انا اعمل ايه بقى؟ ما انا لو ما حطيتهاش في الورقه انت بتقول شيلها انما احنا عايزين اجابات صح كده ولا لا؟ حاضر لا ما تهمكوش لا شغال معاه والله حاشا وكلا ويتش كالكوليتنج ذا استيميتد فيوتشر كاش فلو وين كالكوليتنج ذا استيميتد كاش فلو When calculated the estimates of future cash flow, which is the following cash flow should not be included. اللي مش هيدخل. Cash flow from disposal, income tax payment, cash flow from the asset, from the sale of asset reduced by the asset, cash outflow on maintenance of the asset. نفهم السؤال بس كده. بيقول لك وانت بتحسب
الفيوتشر كاش فلو which is the following cash flow should not included. خلي بالك انت بتتكلم على الفيوتشر كاش فلو اللي جالك من حاجة cash generating unit يعني جاية من cash flow from disposal النقدية اللي هتيجة من عملية الاستبعاد او بيع الاصل. income tax payment الضرائب. cash flow from the sale of asset produced by the asset بيع الاصول اللي انت انتجتها من خلال الاصل بتاعك ولا cash outflows ولا of maintenance of asset. طبعا احنا بنتكلم على اصل بعينه التاكس هنا بره النغم فكل ما يتعلق بالاصل من بيع او اصول متولده تدخل التاكس هي صحيح cash flow ولكنها بتاع البيزنس ككل بنطلع النت انكم الكلي بجيب عليها الانكم تاكس يبقى اللي ما تنفعش في دول هي دي عشان احنا قلنا نقطه لوس هو خسائر الامبيرمنت ذات ريليت تو ان اسيت ذات هاز بين ريفاليود شود ريكوجنايزد ان بروفيت اند لوس. خلي بالك اصل ريفاليود ولا ريفاليشن ريزيرف ذات ريليت تو ريفاليود اسيت ولا اوبننج ريتيند بروفيتس ولا اني ريزيرف ان ايكويتي. طبعا هي بي ليه خلي بالك ودي يمكن حته مهمه. انا لو عندي اصل ودي يمكن اللي بيتخانقوا عليها الجماعه دول ونحسم بيها الاصل وعندنا ليه ريزيرف اللي هو ريفاليويشن سيربلس صح كده ولا لا؟ بس يكون سيربلس زياده وجاب اصل ده امبيرد هل منطقي ان احمل اللص على البروفيت اند لص وانا عندي سيربلس ريفاليويشن بتاع الاصل؟ لا يبقى تتقفل في الريفاليويشن سيربلس الاول. تاني حلو مش فاهمين خالص. تعالى نقولها بالارقام بالسنين. عندنا اصل ب 100,000 صح كده ولا لا؟ في 31 ديسمبر 2013 حلو عملنا له ريفاليويشن بقى ب 120 هنعمل ايه؟ 120 في 0 زودنا 20 كده زودنا 20 واحده 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 يا معلم اهي ازيك يا معلم بسبوسه خالص سهله جدا ولذيذه جدا ادي بلانشيت اهي ماشي الكلام فيها مثلا جنب مبنى ب 100,000 ماشي الكلام؟ جينا عملنا المبنى ده ريفاليويشن ماشي؟ لا لا داخلين فيه العلاقه جايه كده صغيره قيمنا الاصل ده لقيناه 120 وفقا للمعيار بتاع المره اللي فاتت هنزود هنا ايه 20 صح؟ يبقى تصبح كام؟ 120 وهيظهر هنا ايفاليويشن سيرفيس 20 صح الكلام ده ولا لا؟ حد هنا في مشكله؟ الانتري هيبقى ازاي؟ ها؟ الاسيت اللي هو البيلدنج اسيت وحساب الريفاليويشن سيرفيس ده 20 والريفاليويشن سيربلس صح كده ولا لا؟ تمام. جه واحنا شغالين عملوا كوبري جنب المبنى ده فحصل انفيرمنت قيمه الاصل ايه؟ قيمه الاصل قلت بقى يساوي 90 الكارين خلي بالك يعني بقى الريكفربل اماونت انت جالك انديكيتور ولا ما جالكش انديكيتور؟ الكوبري ده انديكيتور حسبت اللي جاب انا جبت واحد تاني قال لك 90 ما يجيبش اكثر من 90 اعكس القيمه بس لو انا ما عنديش ريفاليويشن سيربلس كنت اقول ايه امبيرمنت لوس يا مسكولين ده ب 30 لحظه واحده اسف والبيلدنج ب 30 ده اف انه ما عنديش طب انا عندي يبقى كنت هقول الريفاليويشن سيربلس هنا 20 والاسيت 10 والاسيت 30 والاسيت 30
وصل كده يبقى في رابط من دي. ماشي يا عمان؟ لان برضه ما يصحش ها اعتبر خساره في وانا اصلا عندي رصيد كويس. وفي الاول احنا هدفنا حاجه واحده بس. ايه الهدف؟ ان احنا نوصل لاخر قيمه. ايه دي اخر قيمه للاصل؟ سواء كانت ريفالويشن او انجل. وزي ده ينطبق مع كلام اللي قلت لكم شويه اللي انت لما بتعمل البيرمنت فانت قربت للريفالويشن. يعني انت السنه دي بقى لو جيت تعمل ريفالويشن السنه دي هتلاقي قيمه 90 لان انت عامل البيرمنت نص معدل الدنيا. حد فاهم انا بقوله ولا لا؟ هل كده حصل العكس؟ حصل احنا خسرنا في اول سنه. خد من من السبب. عايز تقول حاجه انت ولا ما فهمتش؟ عايز اسال سؤال. لا انت فهمت ولا طيب السؤال ده بيقول ايه؟ بيقول ان امبيرمنت لوس ذات ريليت تو ان اسيت تتعلق باصل ذات هاز بين ريفاليود تم اعاده تقييمه شو بي ريكوجنايزد. هل تروح بروفيت او لوس على طول ولا ريفالويشن ريزيرف ذات ريليتد تو ريفاليود اسيت؟ طبعا ضرب الاصل ريفاليود وقال لك ريفالويشن ريزيرف بس هو اللخبطه كلها يعني كلمه ريفالويشن ريزيرف يعني دي كده هي دي كده كلمه سيرفلس. لا بس هو مش قال ان الريفاليود دي جايه بالزياده يعني مش جايه بالزياده ريفاليود بس لا بس الجمله دي تبين ما هو بقول لك اهو revaluation surplus او reserve that relates الذي يتعلق بذلك الاصل. لو قال سيرفلس في الاول نعم لو قال سيرفلس في الاول يبقى هي اللي بتبيع على طول. هو في قايل لك اهو يا ريس الذي يتعلق بذلك الاصل اهو that relates. عايز ايه تاني؟ مش عارف اترجمها ذات يعني قلت كلمة شيل ريزيرف وحط سيرف. لا مش هشيل معناها ايه؟ احتياطي اعاده التقييم وده دايما بيبقى بزياده احتياطي اعاده التقييم سيرف. المشكله ان بتجينا كلمات ما خدناش قبل كده يعني انا لو عارف معناها سيرفس هاخد يعني خلاص انت عرفتها خلاص ما هو ميزه ان انت تحل ان ده يجاوب لك على المصطلح اللي انا سالته من شويه النولج ولا انفورميشن. المعلومة في أول صورة ليها هي information معلومة اسمها معلومة لكن تراكم المعلومات مع بعض يعمل لك knowledge معرفة أو علم. حد فاهم أنا بقوله ولا يعني أنت دلوقتي خلاص عرفت إن كلمة reserve هي كلمة service وساعات يقولوا revaluation reserve احتياطي إعادة التقييم أو revaluation surplus فائض. وخلي بالك الترجمة الحرفية surplus يعني فائض لكن reserve يعني احتياطي هو الاثنين صح. وانت بيجي تحت ناخد بريك اني ريزيرف اني عايز واحده كاش جنريتنج يونت. يا دكتور مكتوب هنا اني ريزيرف ان ايكويتي مكتوب هنا رقم كام؟ رقم سي دي لاي ريزيرف ان ايكويتي اي احتياط في لا 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 لو بتاعته الاصل لو بتاع الاصل ايوه يبقى ده مش اي احتياط ده احتياطي قانوني اقسم منه يعني هو اصله ان دي ممكن تكون اجابه برضه. لا لا هو رجع قال لا ما ينفعش الاصل بس اي احتياط اقدر اخد منه اخد من اي احتياطي لا الاحتياط المتعلق بالاصل ده بس ذات ريليتس الذي يتعلق بالاصل الذي يعاد تقييمه. نمبر 6 كاش جنريتنج يونت از طبعا ندور على التعريف اني جروب اوف ذا سمولست بزنس سيجمنت اصغر سمول سيجمنت قطاع ولا اني جروب اوف اسيت جنريت كاش فلو اي مجموعه اصول بتولد كاش فلو اني جروب اوف اسيت از ريبورتد سيبريتلي ولا ذا سمولست جروب اوف اسيت ذا جنريت واضح دي اصغر مجموعه واضح ان هي دي الله ينور عليك خش على سبعه جود ويل شود تيست ذا امبيرمنت ها انيوالي ولا اف زير ان انديكيتور ولا افري 5 ييرز ولا اون ذا اكوزيشن احنا لسه قايلينها انيوالي. اخر سؤال وش؟ ليه مش ايه؟ افزير انديكيشن
انا يعني ثانويا ثانويا بتقول كده ممكن راس مش عارف ايه ظهرت في نص السنه مثلا. الجود ويل لازم تتست. خلي بالك الامبيرمنت ده ممكن يبقى كل 3 4 سنين. لا انت يجب عليك انك تعمل لها امبيرمنت تيست. يعني الضروره هي انولي. يعني ممكن لو حصل حاجه ان لو حصل انديكيشن لو حصل انديكيشن هتعمل بس الاصل بتاعك انيوال بالنسبه للجود ويل بس. اللي هو الانديكيتور العادي لكن هي انا بعمل لها الامبيرمنت تيست انيوال طبعا في اي وقت ده قاعده بس انت محتاج تعمل لها كمان انيوال. يعني لو جيت في شهر 6 وعملت لها جالك انديكيتور هتيجي تعمل لها تاني في نهايه السنه. بس ايه يعني يجي يعني اوقع ايه يعني لو لا ركز كده. لا 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 هو بيقول لك شوت بي لا لا بي خلي بالك لما جالك انديكيتور. طب ليه ما جالكش انديكيتور؟ ايوه دي التست. الانديكيتور عمليه نسبيه فهو عايز يجبرك عشان هي ملهاش امورتيزيشن. Which is the following impairment loss should be never reserved. طبعا بص 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 ب